أنه يشارك مع الشباب في المرحلة الثانية. عبد الرحمن شيلوش أجاب أبانا إذن عبد الرحمن شيلوش من الأطفال اللي هما حضوا بالثقة ديال اللجنة باش أنهم يرسموا الأشياء. كذلك هداية يعني من براهيم الجنة برسم رائع كذلك زلدة شيلوش. مرحبا زيد واحد. ثم رسم آخر يعود لدعاء حداوي من يوسف بن تشافين. دعاء حداوي. الرسم الآخر عن السلامة الطرقية وأخطر طريق وئام عبد النيم من براهيم الجنة. وئام إذا هذا الربعة ديال الأطفال غادي يشاركوا مع الشباب في العشية إن شاء الله بالرسومات ديالهم. إذا اللجنة أؤكد أنه كاينة مديرة مؤسسة براهيم الجنة وكاينة مديرة مؤسسة الأمل للتعليم الخصوصي وكاين أنا عبد ربيه كرئيس للجمعية ومشرف على الملتقى وكاينة السيدة راه حاضرة معنا مشرفة على التأطير منذ البداية. إذا ثلاثة ديال النساء عنصر نسوي واحد تبارك الله عليكم صلى الله عليه وسلم. إذا هاد الأطفال هادو بغيناهم ينافسوا لنا الشباب وإن شاء الله العشية بغينا لي طابلو اللي يكونوا ارتستيك بصباغة وبألوان زاهية. كنشكركم بزاف. إذا نتوما العشية إن شاء الله تكونوا اللي بقى لينا في الرسومات حاولنا نختاروا ثلاثة اللي غادي نعطيوهم جوائز كما كنقولوا هي رمزية لكن تبقى القيمة دائما هي التتويج والمشاركة في مثل هذه. أيوب الطلب رئيس جمعية بسمة للتنشيط التربوي والثقافي فرع عريش. مشاركة جمعية بسمة للتنشيط التربوي والثقافي فرع عريش في هذا الملتقى الجهوي المبدعي الشباب هنايا في مدينة عريش. يعني الجمعية يعني كتشارك في اللجنة التنظيمية وشكرا لكم جميعا على هذا الحضور للتغطية الإعلامية ديال الأزواق. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الشكر موصول دائما للوزارة الوصية عن قطاع الثقافة وهي وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة على الدعم ديال الجمعية. اليوم بحول الله في مدينة الريش أعطيت الانطلاقة للملتقى الجهوي الثاني للمبدعين الشباب في نسخته الثانية بمدينة الريش والحمد لله تمت مسابقة الرسم يعني بحضور تقريبا 30 مشارك من مختلف المؤسسات وكذلك من مناطق ديال الجهة. شرفت اللجنة التنظيمية على تنظيم هذه المسابقة هذه لتسليط الضوء على المبدعين منهم الطفولة ومنهم الشباب. تم التتويج الحمد لله في جو ملائم بحضور ممثلين الجماعة الترابية لعريش وكذلك بحضور ممثلين السلطة المحلية. إذن اليوم كافتتاح إن شاء الله الرحمن الرحيم هذا الصباح مر في أجواء نشيطة ومرحة ودائما نشكر كل المداعمين والمتدخلين وعلى رأسهم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة ونشكر كذلك الجماعة الترابية على الدعم المعنوي والحضور لتشريف مثل هذه الملتقيات.